تعرف بحضرتك؟ محمود عباس ابو القاسم، مدير مدرسه دار السلام الابتدائيه. حضرتك متواجد ليه النهارده بالنسبه للجلسه الانتخابيه؟ هو سعادتك في انت شايف قدامك جهاز كمبيوتر وورقه بيضه فاضيه. هو سعادتك جالنا منشور من التربيه والتعليم من الاستاذ مدير المديريه الاستاذ سعيد محمد عماره. المنشور ده بيقول لحضرتك ان احنا المفروض ان احنا نتواجد في المدرسه احنا والعمال لتنظيم العمليه الانتخابيه وكذلك تنظيف المدرسه وتقديم بعض المساعدات للمنطقه على اساس ان يبقى الناخب داخل مستريح ما يعرف مكان لجنته بسرعه. تمام. طبعا احنا في منطقه ما فيهاش نت ومنطقه فيها بعض المشاكل. تمام. والاميه والكلام ده كله، فاحنا لان احنا عندنا جهاز كمبيوترات هنا في المدرسه متوفر، فاحنا استغلينا الموضوع دوت وحضرنا النت خدمه المواطن نفسه. المنشور اللي مع حضرتك ده هو المنشور اللي جاي. مش كنا بس كده كان حضرتك هنا لخدمه المواطن وتنظيم العمليه الانتخابيه بدون اي اجر بدون اي حاجه بدون اي شيء. لكن حضرتك لا تنتمي لحزب معين ولا حاجه؟ لا طبعا احنا ما ننتميش لاي احزاب، احنا محايدين، واحنا يهمنا اصلا مصلحه البلد ومصلحه العمليه الانتخابيه انها تتم في ان شاء الله.